تفضل منصور. سباق أيها المتابعون الكرام، أند ريسينج انطلق آخر أشواط الأمسية على كأس سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل. هنا الجيات تمر من أمامي ومن أمامكم مرور الكرام، وذلك للسلام قبل البدء بمسك الختام. 2400 متر مسافة هذا الشوط بانطلاق تجمع 9 من الجيات المستوردة. نايجل ابن نيو أبروتش هو اللي يتصدر السباق من البداية، والملاحقة والمطاردة من قبل بريشر بوينت الفائز في الأسبوع الماضي في مسافة 2200 متر. المرشح الأول فالي سول يحتل المركز الثالث، بينما الخطير شوغان ياتي رابعا، وهنالك مين ستريت في المركز الخامس، وكامي ياتي سادسا، فليكس ديفيغا في المركز السابع، وأيضا فضاء في المركز الثامن، ومدينة جميرة في المركز التاسع. إذن حتى الآن شعار الناصرية مع نايجل جي بي غامبر هو اللي يقود هذا الشوط من بدء الانطلاقة، وحتى الآن بريشر بوينت يأتي في المركز الثاني والمركز الثالث، هنالك خطوة بخطوة فالدي سول وأيضا شوغان المرشحين الأول والثاني. إذن والمركز الثالث المركز الخامس هناك فيليكس ديفيغا، وكامي في المركز السادس، ومين ستريت في المركز السابع، فضاء في المركز الثامن، وأيضا مدينة جميرة في المركز التاسع. هنا الدخول في المنعطف الأخير، كأس الهيئة العليا، اشتد الصراع الآن واشتدت المنافسة. هنا نايجل لازال هو اللي يقود هذا الشوط. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. 600 left to go، آخر 600 متر في الموسم، ونايجل لا زال هو اللي يقود الشوط، إنما المركز الثاني بريشر بوينت المرشح الأول فالدي سول انطلق الآن، وهنالك محاولات من قبل شوغان من المسار الخارجي. بريشر بوينت هو اللي يتصدر السباق، والمحاولة الآن قادمة من قبل شوغان، لكن بريشر بوينت لا زال هو اللي يتصدر السباق فعلا. أيها السيدات والسادة، يا سلام يا ابو محمد، يا سلام يا ابو محمد، سلام يا سلام يا ابو محمد، سلام. بريشر بوينت من ينتزع ويخطف اخر اشواط الامسية لمصلحة سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن عيسى الخليفة. اذا بريشر بوينت هو بطل الشوط السابع والاخير على كأس سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة. بوند يقلب التوقعات وينتزع الشوط السابع والأخير لمصلحة سمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة. إذن بريشر بوند هو بطل الشوط الختامي للأمسية الأخيرة من موسم 2016 في المركز الرابع. سباق جميل وسباق رائع في آخر أشواط الأمسية. بريشر بوينت مع الفارس بريت دول من ينتزع الشوط السابع والأخير، حيث أحرز المركز الأول بريشر بوينت والفارس بريت دول، والمركز الثاني جاء به شوغان والفارس أندرو إليت، أما المركز الثالث فقد جاء به وكامي والفارس حسن الصفار، إنما المركز الرابع جاء به فليكس دي فالدي سول والفارس حسين مكي. So the result of the race number 7, the winner is number 2 pressure point ridden by Brett Doyle. مبروك، ألف مبروك لسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة. اليوم على المضمار، اليوم ما في، اليوم يوم التتويج، قمة الموسم اليوم. كما نتابع مشاهدينا الكرام من خلال الأداء الرائع في آخر الأمسيات وقمة السباقات لنادي راشد الفروسية سباق الخيل موسم 2016-2017، هذه التحديات وهذه الإثارة الحاضرة من خلال الجياد المشاركة في آخر الأشواط وآخر الأشواط الأمسيات على كأس سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان الخليفة رئيس الهيئة العليا للنادي راشد الفروسية سباق الخيل. نعم، هنا يتواجد الجواد بريشر بوينت لسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة، وهذا الانتصار الرائع في آخر الأمسيات مشاهدينا الكرام، ودخول اليوم
في أمسية رائعة وأمسية حاضرة من خلال الأسماء المتواجدة. مشاهدينا الكرام، مبروك لأبو محمد، مبروك سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد، مبروك أيضا لسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة على هذا الانتصار وعلى هذا الفوز في آخر الأمسيات. أبو حسن تفضل. طبعا مبروك لسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة، طبعا فوز بجدارة، فوز كما ذكرنا في استعراضنا للجياد لاحظنا اللي هو بريشر بوينت في الأسبوع الماضي كان فوز ولا أروع، واليوم اللي هو الفوز الثاني على التوالي لبريشر بوينت وإبداع بريشر بوينت، ولاحظنا اللي هو التكتيك، هناك تكتيك حصل بالنسبة حق اللي هو هذا يستاهل يستاهل. تفضل بحسن. نعم تفضل. هناك تكتيك حصل اللي هو في هاي الشوط، وذكرنا احنا ان الشوط رايح يكون تكتيكي سريع. ابو ناصر والسادة المشاهدين، طبعا اللي هو فعلا الشوط تكتيكي سريع. التكتيك اللي حصل اللي هو نايجيل طبعا من اللي هو يمتطي جي بي سي جي بي ويشرف على تضمير نايجيل هو اللي هو ألين سميث، زج بهاي الجواد من في المقدمة من بدء الانطلاقة، وهناك تتابع في المركز الثاني إلى بريشر بوينت، أي الجوادين لم يتأخرون في